هذا العالم الذي يسرق نصف أعمارنا نغضب منها كوسيلة تواصل، لكن نادراً ما يستطيع أحد الاستغناء عنها. من يعتقد أنها صنعة سهلة فهو واهم، فهي سوق مفتوح كبير وإعلام خاص له أدواته وصناعه وتوجهاته وتأثيره. نلتقي بأحد صنايعية السوشيال ميديا، إنه حسن حامد اللامع الدمث المجتهد. أولاً مبسوطين جداً إن إحنا موجودين هنا في شركة بي، واحدة من أهم شركات السوشيال ميديا في مصر. وبصراحة كده هبتدي معاك على طول في قلب المشكلة. وإحنا بنعمل حلقة السوشيال ميديا كان عندنا مشكلة أصلاً، إنه تصنيف إن مهنة السوشيال ميديا، الراجل ده اسمه إيه، بيشتغل إيه، تعريف المهنة دي وصل لإيه النهاردة. هي الشغلانة الأساسية اللي بيعملها أي حد شغال على السوشيال ميديا هي صناعة المحتوى. السوشيال ميديا عملت ما يطلق عليه democratization of content creation. زمان كان في جهة واحدة مسؤولة، تلفزيون، محطة تلفزيون أو محطة إذاعة أو جورنان، هي المسؤولة عن صناعة المحتوى الذي يتم استهلاكه بواسطة كل الناس اللي موجودة في البلد أو في العالم حتى. النهاردة بقى سهل جداً أن أي حد يبقى صانع محتوى، احنا شفنا وصانع محتوى مؤثر كمان باستخدام تليفون بس، وأنه هو يبقى عنده حاجة يقولها. الحاجة اللي بيقولها دي هي محتوى، بغض النظر بقى، أنت قلت حاجتين مهمين جداً، أنه صانع محتوى ومحتوى مؤثر. بالضبط، بغض النظر عن نوع وقيمة وأهمية هذا المحتوى. صحيح، عشان كده معظم المؤسسات الإعلامية اللي عايزة، اللي هدفها عينها على المستقبل، لازم تفكر في مش انها ترضي الناس، انها تقود الناس عن طريق استخدام امكانياتها اللي موجوده دي في صناعه محتوى مؤثر، لكنه وده الاهم، ليه قيمه. انا وكتير من الناس بنحس انه الناس اللي ورا صناعه المحتوى وورا صفحات السوشيال ميديا وبالذات المؤثرين اللي عارفين الصنعه دي بتتلعب ازاي، دي حاجة مخيفة قوي، وكأنك مسك كده يعني عرايس ماريونات وبتوجه وبتحرك وبتقدر تتحكم. هل الموضوع بجد بالخطورة دي؟ لأني عايز أسألك عن ناس كتير مسؤولة عن صفحات إحنا ما نعرفش مين دول، وهل فعلا يقدروا يخلقوا مزاج، يخلقوا غضب، يخلقوا انبساط؟ ده حقيقي السوشيال ميديا تعرف تعمل كده؟ هي بتعمل كده. وهل في ناس بتحاول تعمل كده؟ في ناس كتير بتحاول، وفي دول وأجهزة بتحاول تعمل كده، ويمكن المعركة اللي قايمة على تيك توك وفيرسس فيسبوك وبقية الحاجات، يعني لدرجة ان المنصات نفسها بقى عليها خناقة. انه مين يقدر يأثر في التاني اكتر، وتيك توك وجوده في امريكا بقى قلق امريكا جدا، ازاي ان هي انها مش بتاعتنا، ممكن تبدي المحتوى الفارغ عشان تفرغ القيم من عند الشباب دول جوه امريكا، لكن بره امريكا في الصين وفي غيرها يقدروا يخلوا المحتوى المفيد هو الاكثر مشاهده. في ناس بتحاول، مضمون انها تنجح كل مره؟ لا، عشان كده الاستراتيجي اللي غالبا بيسعى اي حد بيسعى ليها، ولو اي حد عايز يبقى عنده تاثير تبس بقى من الكبير بقى يستخدم اللي بيسموه سباجيتي استراتيجي. سباجيتي دي بيعملوها جوجل حتى، يعني ان هو كانك مسكت كبشه مكرونه سباجيتي ورميتها على الحيطه، فاللي هيلزق واللي هيقع هيقع. اوكي، ينفع نعمل كده في المحتوى، بالذات انه بقى تصوير المحتوى وانتاج المحتوى شيء غير مكلف زي ما كان قبل كده، اسهل كتير، فبالتالي ينفع اعمل كتير جدا والفتره طويله هتلاقي في بعض منه بينجح لوحده وبعض منه لا ينجح. ده على المدى الطويل. على المدى القصير في مواضيع معينه لو لمست فيها تاكد ان الموضوع ده هيبقى وقت. وده نوع المحتوى التاني اللي انا اللي هو لو انت لمست فيها تنجح. المحتوى اللي بيعكس ما يريد الشخص ان يكونه. يعني دايما يقول لك ايه، في حاجه كده مشهوره انه يقول لك ده فلان ده عامل بلاوي في حياته العاديه، لكن تلاقيه عامل شير لحاجات كويسه، وان هو اللي غلبان وهو اللي مظلوم وهو اللي بالظبط. دايما بخش السوشيال ميديا يقول ايه، لما كل دول غلابه طب مين اللي بيضرب؟ يعني مين الاشرار دول اللي بره دول ما اعرفهمش. فهو الحقيقه ان انت لو صنعت محتوى بيشجع الناس على انها تعبر عن نفسها بشكل مقبول عند عدد كبير من الناس، غالبا هينتشر المحتوى ده. الكلام العظيم اللي بتقوله لنا ده يخلينا نتأكد، ويخلي أي حد بيتفرج علينا النهاردة يتأكد أنه دي علم ودراسة
وانه ما ينفعش كل واحد فينا يقول انا عايز اغير كارير اشتغل سوشيال ميديا. دي حقيقه. هو اي حد ده، انا بحب دايما اقول ان اي حد عنده بين باجز ولابتوب ماركه معينه كده ومعاه كوبايه من ماركه تانية بيعمل سوشيال ميديا. دي حقيقه. يعمل ايجنسي. شكرا. مش بس يقول انا حلو لو هيجتهد لوحده، بس بيعمل ايجنسي. صحيح. فيغرق مع ناس. صحيح. وناس تثق فيه وتصرف. يمكن ده سبب الاحباط. يمكن، بس هو السبب الرئيسي في ده ان هم دايما كان الاول الايجنسيز اسم ايجنسي كان لازم يبقى شركه استابليشت وليها علاقات، بالذات ان هي كانت اوف لاين ايجنسي. الموديل بتاع الاوف لاين ايجنسي نظرا ان هم لقوا فجاه الديجيتال سبقهم حبتين ثلاثه، ففوجئوا ان هم لازم يبقوا على السوشيال ميديا. فاشتغلوا بنفس الموديل. للاسف كل السوشيال ميديا ايجنسيز اللي معموله النهارده معموله بالمنطق بتاع الاوف لاين ايجنسيز اللي هي كانت بتشتغل طالع اعلان في الشهر او اعلانين في الشهر، فيرسس ان انت لازم كل يوم يكون عندك محتوى كويس يتحط للكلاينت. فبالتالي ده خلى الناس اللي هي الصغيره اللي عندها البارير تو انتري بالنسبه لها بقى سهل قوي ان انا اسمي نفسي صانع محتوى من غير قيمه حقيقيه. ويمكن ده كان واحد من الاسباب اللي خلاني في 2017 اشتري جلوكل السايت بتاع الانترتينمنت، لاني اكتشفت انه النوع على الكونتنت بسبب الايجنسيز اللي طلعت في الوقت ده اتقسم لحاجتين، كونتنت براندز. وبقى اسهل كمان لما فيسبوك دخل الاعلانات، فبقى سهل جدا انه الناس تدفع اعلانات فتقول شوف ده في مليون واحد شاف الاعلان ده، هذا الاعلان. لكن هو في الحقيقه هو دافع كتير جدا عشان الاعلان ده لان الكونتنت نفسه وحش. بالظبط. رهاني كان. والناحيه الثانيه كان الكونتنت اللي بيعملوه شباب في حتت يعني يمكن نائيه جدا وغير، بس كان اقرب للناس، فكان بينتشر اورجانيكلي لوحده. الاورجانيك ريتش ده هو كان الهولي جريل. الاورجانيك ده يعني الوصول للشخص المستخدم من غير ما ادفع اي فلوس، من غير ما ادفع اي فلوس. بالظبط. فذا جلوكال كان بالنسبه لي التجربه الاساسيه. انا اي فاود من اليوم اللي احنا عملنا فيه جلوكال ان انا مش هدفع ولا مليم على الاعلانات، وان الكونتنت هينتشر بشكل تلقائي لوحده بين الناس، وانا هعمل كونتنت بهذا الغرض. هو ديزاين حد يبقى الاستثمار في المحتوى. بالظبط كده. مش في ان انا اصرف قد ايه. هو ده بالظبط اللي انا كنت عايز اعمله. ما اعرفش ليه عايز اسالك يعني سؤال شخصي شويه دلوقتي. حسن حامد من الاسماء الكبيره جدا في عالم الديجيتال والسوشيال ميديا، بقالك سنين طويلة. انت مش عجوز يعني، بس يعني بقالك سنين طويلة جدا. لكن ايه اللي بيزعجك من المال براكتس او من الحاجات اللي احنا بنسميها في الصنعة اللي مش لائقة مش اخلاقية بتحصل في الشغلانة دي؟ وهي كتير اكيد. صحيح. حاجات كتير قوي يعني. أيوة. انت سألتي سؤال ابتسمت وسرحت وعملت كل حاجة. سؤال يعني سؤال صعب، بس هو الحقيقة الاستسهال والنقل. يعني انا شفت كميه منافسين بيحاولوا يعملوا نفس اللي انت بتعمله كتير قوي، مش بشكل كويس يعني. حتى يعني ممكن تبدع شويه، ممكن تعمل حاجه مختلفه. لا انا هقلدك بالظبط. ايه اكتر حاجه انت بتشوفها مستاهله ومستاهله التعب والبصحى الصبح احب اروح شغل عشانها؟ حاجات برضه، هي مش حاجه واحده، بس خليني اقول يمكن اكتر حاجه بحبها في شغلانه التاثير. التأثير ان انت تعرف تعمل ان انت تعرف تخلي حاجه ما كانتش موجوده انها تبقى موجوده وتأثر في حد. يعني انا بشوف حد مثلا بيقول لي على فكره ده انا باخد اخباري كلها من بلوكال، او بعرف مش عارف ايه، او انا ما فيش حاجه بفوتها من مش عارف ايه، وتبقى الحاجه دي انا اللي مسؤول عنها او انا اللي عملتها. دي حاجه بالنسبه لي عظيمه. صح. تستاهل ان انا اصحى الصبح. يعني يمكن انا بصحى عشان كده. لا هي حلوه بس تخوف قوي، بتقلق قوي. مسؤولية. فممكن جدا من غير ما تقصد تتسبب في ضرر كبير جدا او في خير كتير جدا حسب يعني حسب الرسالة اللي انت وصلتها. وكتير جدا بتبقى مش قاصد فعلا، انت بتبقى عايز تعمل حاجة فالنتيجة تبقى حاجة تانية. عندي سؤال عن الفئة اللي احتار فيها التلفزيون واحتارت فيها كل سبل الانترتينمنت، واللي احنا كلنا اللي فينا مش مهموم بيهم يبقى فايته كتير. السن من 13 ل 18 دول الزباين بتوعك. طبعا. صح؟ طبعا. احنا مقصرين في ايه؟ احنا كل وسائل الاعلام ومن ضمنهم السوشيال ميديا، ايه الفرص اللي ممكن تتقدم لهم؟ كتير قوي. كتير قوي. وخليني اقول لك ان المحتوى العربي بشكل عام احنا محتاجين محتوى كتير قوي في هذه الموجهه لهذه الفئه العمريه. حاجه زي تيك توك مثلا النهارده البروليفريشن بتاع او يعني اختراقها لهذا السن بكتير كبير قوي 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 قوي. ودي بالنسبه لي يعني دي حاجه
مقلقه خليني اقول لان انت سايبهم هما كده كده هيستهلكوا محتوى وكده كده هيشوفوا الحاجات اللي موجوده على الديجيتال. لو انت مش موجود فانت فقدت تاثيرك عليهم. يمكن زمان واحنا صغيرين انا كنت من جيل ما يعني من جيل ما قبل الديجيتال كان في حته انه انا مثلا في الصيف كان المطابع اللي كانت بتطبع كتب مدرسيه كانت بتطبع روايات في الصيف فكان الروايات دي فيها قيم وفيها شويه افكار بتتسللي في السن ده من غير ما بالزبط. اقصد النهارده لا النهارده انا قاعد مع واحد بيعلمني رقصه جديده وبعدين واحد تاني بيقول لي نصيحه المفروض اعملها في الاعمال والريلز وطريقه تيك توك في تقديم المحتوى اللي هي هتبقى السوشيال ميديا كلها بعد شويه. خلاص يعني بقت مسيطره بشكل او اخر على السن ده. لو انت مش موجود فانت خسران اذا كنت مستهيف تعمل محتوى لده او مش عايز. لكن في الاخر المحتوى العربي اخر دراسه شفتها على كميه المحتوى العربي كله بالنسبه للمحتوى في العالم كان اقل من 1% ودي حاجه مؤلمه لان الاولاد هيطلعوا بيتكلموا انجليزي او بيتكلموا لغه اللي بيعرفهم ده. قيمهم مش بتاعتنا خالص. في حاجات بقى انت فاتك تعرفها لهم يعني تبقى موجود حتى فيه يعني حاجة قيم زي مثلا انت تحب الوطن بلدك دي عباره عن ايه تفاصيلها ايه مش موجود. انا دايما بحس انه هيبقى مواطن عالمي ممتاز صحيح لكنه محل يعني ناشونال بقى لا مفيش وده مقصود من المنصات والمفروض يبقى احنا عندنا رد جيد عليه لكن للاسف ده لغايه النهارده. طب غششنا ايه الفرص؟ لا فرص كتير قوي قوي يعني انا مش عايز اتكلم عن مجالات بعينها بس تيك توك فرصه عظيمه للي مش عليه. ارجوك يعني ارجوك حاول تبقى حتى على انستغرام الريلز بتاعت انستغرام بقت موجوده على فيسبوك كمان فوسعوا قوي البايب بتاعتها. ارجوك اللي ما عملش ريلز لغايه النهارده يتفضل يعملها اشتغل عليها. اللي يقدر يقدم برنامج او حاجه مدتها دقيقه على هذه على هذا الفورمات يتفضل في اي مجال بالظبط لانه الناس الكويسين اللي عندهم فاليو حقيقيه او اللي عندهم قيمه حقيقيه ما بيعملوش كده فبيظهر العكس بالظبط كده. وده على فكره زي ما قلنا المنصات بتتعمدوا في بعض الدول خلينا يعني يمكن تيك توك اوضحهم عشان هو بيبين قوي فرق المحتوى لكن هو الحقيقه ان خليني اقول الحاجات اللي ملهاش قيمه اللي بتنتشر 50% من هذه المسؤوليه تقع على المنصه هي عايزه هذا المحتوى ينتشر. نوع جديد من انواع الغزو يعني بالظبط ومستمر بقاله شويه ومحدش بيعمل فيه حاجه يعني. رعبتنا وخوفتنا بس طمنتنا انا شخصيا وناس كتير انه في ناس من القائمين على هذا العالم عندهم القدر ده من الوعي. عشان كده قبل ما اختم هسالك سؤالنا التقليدي بقى بنعمل لعبه نفسيه كده اسمح لي انه هقول لك شويه كلمات وقول لي بس وقعها اول حاجه جت على بالك بطريقه اختبار نفسي فعلا خلص. دي لعبه التداعي الحر اوكي اول حاجه بتيجي على بالك لما بنقول فيسبوك سيطره تيك توك هروب انستغرام فينير مظاهر يا محتوى تعب تعب فريق ترابط يعني شغل نجاح تعب تعب كتير عيلة حب مستقبل ده عمر ما كان عندي تدعي جاي انا مش حابب المستقبل خالص بس خليني اقول قلق ده الشعور الأكبر. واخيرا الشغل يعني عايز اقول استغراق الشغل بالنسبه لي استغراق. طب صدقني ده تداعي عميق جدا انا بشكرك شكرا جزيلا حسن ربنا يخليك لانك واحد من النماذج اللي حقيقي على الارض بتعمل شغل عادي ربنا يخليك شكرا.